سخرية عارمة من نوم أخنوش خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب. خلف مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاثنين، يظهر فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش وهو نائم خلال أشغال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب خلف سخرية عارمة. وجرى تداول مقطع فيديو الذي وثق محاولات وزيرة الاقتصاد والمالية نديف التعالوي لإيقاظ رئيس الحكومة من غفوته على نطاق واسع، مصحوبا بتعاليق ساخرة من طرف رواد منصات التواصل الاجتماعي. وكتب أحد رواد الفيسبوك في تعليق ساخر أن رئيس الحكومة ووزراؤه كما النواب أصبحوا يتخذون من مقر البرلمان مكانا لأخذ القيلولة والراحة من مشاغلهم اليومية.